وهكذا أصبح لموسى شأن منذ صغره، وأصبحت آسيا تنفذ أي طلب يطلب منها من يوكابد بعد أن تستحلفها بموسى الحبيب. لا تتوقف أيها العبد عن العمل. اتركه يستريح قليلا، إنه زوج مرضعة موسى بن فرعون. شكرا لك. ما رأيك في العقد؟ جميل جدا. لقد أخذت في صنعه ساعات كثيرة، إنه لموسى. كان من الممكن أن نشتري له واحداً جاهزاً حتى لا تتعبي في صنعه. إنني أريد أن أتعب في صنعه كي يحافظ موسى عليه. هيا أعطني رقبته كي ألبسه إياه. انظري كم هو جميل في رقبته. إنه حقاً جميل يا سيدتي، ولكن ابني أجمل. ابنك؟ أقصد ابنك يا مولاتي. يوكابد، هل موسى ابنك حقاً؟ كيف يكون ابني وأنت من استدعيتني لكي أرضعه؟ أنا لم أستدعك، إن ابنتك مريم هي من عرضت علي الأمر. أتعلمين أن هذا الأمر أخذ من وقتي الكثير وأنا أفكر فيه؟ لقد رفض كل المراضع إلا أنت. يوكابد، هل موسى ابنك حقا؟ كيف يكون ابني وألقيه في اليم؟ هل تستطيع أم أن تفعل هذا برضيعها؟ أنا لا أتخيل أن تفعل أم هذا، ولكن من الممكن أن تفعله. كيف يا مولاتي؟ هل موسى من بني إسرائيل؟ أجبيني. لا أعرف يا مولاتي. هل تعلمين أن فرعون فكر كثيراً أن يقتل موسى لأنه قد شك فيه؟ يقول إنه الطفل الذي سيزيل عرشه من مصر. وهل ستتركينه يقتل موسى بسبب كلام كاهن؟ لا يا مولاتي، لا، لا يا مولاتي، أرجوك. وعندما سألتني هل أنا أمه أم لا، ارتبكت ولم أعرف بماذا أجيب. هل رأت منك أي شيء تجاه موسى؟ رأت مني المعتاد، الاعتناء به والخوف عليه. إن نظراتك لموسى ليست نظرات مرضعة. وماذا عساي أن أفعل؟ كلما نظرت لوجه موسى أذوب حبا فيه. تماسكي بالله عليك. كيف أتماسك؟ لقد أخبرتني آسيا أن فرعون يريد أن يقتله لأنه يشك أنه الطفل المنتظر. لا تخافي، لن يقتله، إن الله بالغ أمره. لقد فكرت أن أهرب به كي أحميه من بطش فرعون وكهنته. نهرب؟ وإلى أين سنهرب؟ لا أعرف. تمالكي نفسك يا يوكابد، وإياك أن تشعر السيدة آسيا أنك أم موسى. سأتمالك نفسي، ولكن أتدري أن قلبي يرتاح كثيرا لهذه المرأة؟ عندما أنظر في وجهها
أرى في عينيها الإيمان والتوحيد. هل هذا موسى بن فرعون؟ نعم هو. أريد أن أراه. إن العبيد يقولون إن آسيا زوجة فرعون تذوب فيه حباً. نعم. هيا أريني إياه. إنه فعلاً جميل ويأسر القلوب. هل لي أن أحمله قليلاً؟ بكل سرور. هل وجدته حقاً على ساحل النهر في صندوق؟ نعم. ورفض كل المرادع إلا أنت؟ نعم. هل أقول لك سراً؟ سراً؟ نعم سر، إن حديثاً يدور بين بني إسرائيل عن هذا الطفل. وما هو هذا الحديث؟ إنهم يقولون إن هذا الطفل هو من سيزول على يديه ملك فرعون، وإنه من بني إسرائيل وليس مصرياً. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهكذا كبر موسى وتعدى سن الفطام، ووجب على أم موسى أن تعطيه لآسيا بعد أن أنهت مهمتها. لقد جاوز موسى سن الرضاع يا عمران. وماذا يعني هذا؟ يعني أننا يجب أن نرجعه إلى القصر مرة أخرى. إن فراق موسى صعب، ولكن يجب أن يعود إلى القصر مرة أخرى. وكيف لي أن أفعل هذا؟ كيف أستطيع العيش دون أن أراه ثانية؟ تشجعي، تشجعي يا يكابد واصبري، فإن الله مع الصابرين. لقد جاءني جندي في الصباح وأمرني بأن أرجع موسى إلى القصر قبل غروب الشمس. إذن هيا نفذي الأمر حتى لا يحدث لنا مكروه. إن آسيا كانت تعد الأيام والليالي على سن فطام موسى وتشتاق إليه مثلما نشتاق نحن إليه. لا، لا أستطيع أن أفعل هذا. شئت أم أبيت ستتم رسالة الله. هيا انهضي وأنا سأذهب معك لأوصلك إلى باب القصر. هيا هيا يا كابت.
هيا 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 ادخلي بموسى وأعطيه لآسيا. إنني بالله عليك تشبثي بالصبر. هيا يوكابت انتظري، دعيني أقبل آخر قبلة. مولاتي، لقد أحضرت موسى. موسى الحبيب، أخيرا عدت إلى أحضاني مرة أخرى. لقد جاوز موسى سن الفطام، ومن الآن سيأكل أي شيء يقدم له. لقد كنت أعد الشهور على فطامه، كنت أشتاق له كثيراً. ها هو قد أصبح في أحضانك مرة أخرى يا مولاتي. شكراً لك يا يوكابد، لقد سهرت الليالي وتعبت في الاعتناء بموسى، وها هو قد أصبح طفلاً قوياً بفضلك أنت. شكراً يا يوكابد. لا شكر على واجب يا مولاتي، إن موسى طوال فترة الرضاعة كان طفلاً هادئاً وطيب الطباع. لا تظني بأنني سوف أتخلى عنك بعد أن فطم موسى، سوف أظل أرعاك وأقدم لك العون دائما. شكرا لك يا مولاتي. ولن أحرمك من موسى. كيف يا مولاتي؟ في أي وقت شئت أن تريه تعالي ولا تترددي. هل هذا صحيح يا مولاتي؟ نعم صحيح، إنني أعرف أن من يرى موسى يتعلق به ولا يستطيع نسيانه. هذا صحيح يا مولاتي. وإن أردت أن تأخذيه إلى منزلك فتعالي وخذيه. شكرا لك يا مولاتي، شكرا لك، لقد كان قلبي يحترق لفراق موسى. هيا يا بنات تقدمن، لقد جاءكم موسى وسيظل معنا إلى الأبد. يا لطفلي العزيز موسى، يا لطفلي العزيز، لقد كبرت واشتد عودك وجاءك سن الفطام، من اليوم ستأكل كل شيء كي يشتد عودك وترمح في بلاط القصر كيفما تشاء، ويرى جميع الناس طفلي العزيز الذي طالما غرقت في حبه. ادخل. مولاتي، لقد جاء مولاي الفرعون وينتظرك في غرفة الملك. سآتي حالا له. هيا كي ترى الفرعون ويراك ويسعد بك كما سعدت أنا. لقد طلبت مجيئك بمفردك.
كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم يا الله. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم.